نعود إلى ضيفنا عمر السعداوي، عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، والحديث أكثر حول خبر قرار محكمة العدل الدولية. مرحبا بك مجددا شكرا لك. سيد عمر. إذن إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه التدابير على أرض الواقع؟ يعني كيف سيقع تنفيذها بالرغم من مواصلة الكيان المحتل لتعنته؟ الحقيقة هو هنا يلزمنا نرجع للصبغة الإلزامية للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. الفصل 52 من ميثاق المحكمة ينص على أن القرارات إلزامية للأطراف اللي هي طرف في الدعوة، بالتالي فأنه بقية الدول التي ليست طرف من بينها حركة حماس هي غير ملزمة بهذه القرارات. فيبقى مثلا بالنسبة لحركة حماس أنها توقف إطلاق النار في غزة أمر مرتبط بتقدير سياسي وواقعي. بالنسبة لبقية الدول هنا يبدو الأثر الحقيقي لقرارات المحكمة العدل الدولية، لأنه أي دولة حاليا باش تقدم دعم لوجستيكي أو عسكري أو دعائي للكيان الصهيوني هي باش تكون في وضعية الإدانة، لأنه القرار أدان ضمنيا إسرائيل ومجموعة الدول كيف أمريكا أو ألمانيا أو بعض الدول في الاتحاد الأوروبي ستجد حرج شديد جدا في دعم الكيان الصهيوني، وهذا في حقيقة الأمر يمثل خطوة إيجابية لمسار القضية الفلسطينية، لأنه يعطي زخم أكثر لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت يلقي بثقل كبير جدا على الإمكانيات والوضع الدبلوماسي للدولة الصهيونية في المعركة الدبلوماسية. بقية تنفيذ القرارات كيف يتم؟ يتم إسرائيل ما نتوقعوش منها اللي هي باش تنفذ هذه القرارات، وحتى أعلامها إلى حد اليوم أعلن اللي هو لا يعترف بهذه القرارات وباش يواصل العمل العسكرية، فيفترض حاليا نقل الملف إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن يتعهد بالملف على ضوء الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، ويصبح ملزم باتخاذ جملة من التدابير العملية التي تؤدي إلى تنفيذ هذه القرارات. هذا هو التطور الممكن يقع نعم. خلال الأيام في الختام المقبلة. وبإيجاز، هل يمكن القول أن هذه التدابير استجابت لتطلعات المساندين للقضية الفلسطينية؟ استجابت بنسبة 90% نجم نقوله، لأنه التدبير الوحيد الذي لم يتم الاستجابة إليه وهو التدبير يتعلق بوقف إطلاق النار، وهذا التدبير من متعذر على محكمة العدل الدولية اللي تاخذ في شأنه قرار، لأنه التدبير يخضع لتقدير واقعي ويخضع لتقدير سياسي. أما بقية التدابير محكمة العدل الدولية اعتبرت اللي هي انبنت على أسباب معقولة، ويمكن على ذلك الأساس اتخذت هذه القرارات، وهذه القرارات هي تمثل نصر للقضية الفلسطينية، وتمثل نصر للمقاومة الفلسطينية، وتمثل أيضا دعم سياسي ودبلوماسي وشعبي للقضية الفلسطينية، ويمكن البناء عليه مستقبلا واضح. للقيام ببقية المسارات الأخرى. نعم، عمر السعداوي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، شكرا جزيلا على الله حضورك يسامحك. شكرا معنا. لحسن.